السلام عليكم، انا اسمي تنيم حجبر قطبي. اختي تلاقيت مع صاحب خالتي في المدينة. خالتي كانت كتسول عليا، قالت لي من شاب بنت اختي جيب عليا. ملي جيت عيط ليا، هضرنا معاه في التليفون. قلت لها خالتي، قلت لي بنت اختي جي عندي راه بغيت نشوف. مشيت مع صاحب العاشق ديالها، شدينا الطاكسي مشينا خدينا خضيرة، تقدينا كشي اللي غنتقداه تقديناه، خدينا طلعنا للدار جلسنا بقينا تنضحكو شوية حتى الوحدة ونص ويدور لي دار لي راسو، شتني دار لي الاغتصاب. نعس معايا حاشك اختي، حاشاك اي نعس معايا. بغيت نبرد الوقت، قلت يا خويا فيا الجوع، رات الطاجين دوش، خرجني شوية حدا الباركو بالفوطة، فوطة تشرب هنايا باش نتنفس بديك التعذيب ديال الصرفيق اللي كان كيعطيني في وجهي. صافي واحد شوية دخلنا، بغيت نمشي كليا ما غاتمشيش. صافي بديك كنبرد الوقت، بريد الوقت طاح الليل، تنبدا الاغتصاب ديالي. كي وصلت منين من هنايا بداك الاغتصاب ديالي. صافي واحد شوية ويهرست القرعة، قالي هرسي القرعة. هرست القرعة، هز واحد المانطا تيقولي عقديا عقديا بالطحرة عقديا بالطحرة. من عقدتها ويقولي سير للباركو، مشيت للباركو لبسني حوايجي، لبسني واحد سرو واحد كسوة ديالي وسبرديتي بيضة، لبسني واحد جاكيطة لاكوس ويقولي سير للباركو. ملي مشيت للباركو وي يقولي عقدي المانطا بالطحرة، هو حاضر كيمشي على ركابي باش ما تشوفوش الكاميرا ديال الشركة. انا كنهضر معاكم دابا غير بالزز. يقولي حلي 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 عقدي 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 المانطا الكلبة، وغادي محضر على رجليه كيوصل تما. كمن كيوصل قريب ليا، خالتي كتشوفي من ورايا شكان شعري نتا، وانا كان عقد عاديك العقدة بحال هكا ويلوحني على جنب، هزي رجليا ويلوحني للارض. وانا نطيح للارض وامي جاو العساسة بزافا، جاو العساسة نقدوني، عيطو لي على لابيرونس، هيطو لي على البوليس. الله يجزيهم بخير هذوك العساسة، الله يطول عمرهم هذوك العساسة، الله يحفظهم. هذاك النهار أختي مني طحت مني طيحوني وطحت، كان حيد سنان من فمي باش نتنفس، كان حيد هادني خيطان الحوق ومن التحت، كان حيدهم باش نهضر. صافي كطلع ليا خالتي، كيما خالتي بقى الفوق، صافي هي باش داوني السبيطار. فوقت جات عند اختي مسكينة، شتات هاذي السيريا، شي دارت سكانيرات، دارت كلشي. دابا عطاوني نهار تنين نفتيح، وهاد الفتيح انا خايفة، انا ما عنديش دابا شي درهم. اختي مسكينه بديك الهستيريا وحاله ضعيفه وما عندهاش، كتبسها بالزنقه، وداروا مع هاد الناس الخير. انا دابا الله يرحمها الوالدين، الله يجزيكم بخير. انا لا عندي الفتيح، وهاد المره اللي مربيه انا مسكينه
السيارة نطلع حسن العوان ما تنفسيح وعندي الحديد وانا انا عندي الفتيح بقات لي السنسة مني كنت جاية الطايرة باش لاحوني تربس ديك السنسة مع الحايط مع الحايط دخلت لي الفم مع داك البرد وديك ديك النزة اللي غنهبط اللي غينزلوني منا ديك الجد هاديك البرد تخشات صافي مع الدرج في السرجم تحت النار تنطلب الله في هذيك الروح هذا كنقول يا ربي ما بغاش نموت ودابا نهار اثنين انا خسيت فقط وبقى مليوحة يعني زمان راه خاص الناس يهزو يديرو هاد الاجر في سبيل الله يدوني السبيطار انا عندي الفتيح مع شغا يطلب ليا هو ديال الفتيح لا اختي ما كان بيناتنا حتى شي حاجة كان بيني وبينو حتى علاقة انا اصلا مجوجة ومخاصمة مع راجلي ومطالبة الطلاق ديالي يعني ما عنديش مع شي علاقة ولا هذا كان عارفة صاحب خالتي اللي ما انا كان عارفه مع خالتي كيبقى مع خالتي يخليه هادشي اللي يخليه يدير هو اصلا مع مخطر راه بلاد مني كيشرب راه قاد يدير اي لحظة اي حاجة انا ما يحس واخا ما يكونش هو ناوي يقتلني يقد الشيطان بالزربة باللحظة ديالها شو بي هو كون ما ناويش انا عارف ما حسيت بيه من يقول لي المانطا حسيت بيه اما بغى يشنقني اما معاش بغى يدير لي باش يساري معي انا يقتل انت خالتي العلم لله بقى الشهر وهي جالسة عنده ما كتخرج وانا كنعرف خالتي اصلا كتخرج ما كتبقاش في الدار داك النوع كيبغي يمشي للقهوة كيبغي يمشي يجواج يمشي للحمام كيبغي يمشي للباتيسري كيبغي زعما يمشي كيبغي يخرج يعني مكيبغيش الدار لا يعقل بنادم يبقى جالس في الدار شهر والدرية ملي كتهضري معاها محاسش هي اش كدير اصلا بعد شي واحد شتي شي ودكيتي لي شي برا ولي قلتيها ليه يديرها دريه انا من الشام ماشي في هذيك يعني هذيك اصلا عزيز عليا هي حاجه وحده اللي بقى فيا فيها الحال ويا خالتي من بدا وكيختص بيا كتقولي سرها واش تخيط ليها صاحبتها ولا تخيط ليها شي وحده هذاك الشراب من الشراب شي قد يدير اي حاجه أكثر يلي كان أكثر من قياس ديالو شرب أكثر من قياس ديالو رختي لا إله إلا محمد رسول الله يديرو في الدري يتيم الخير أنا وختي ختي لا ما تقدرش عليا مسكينة وخاس بيا دمة أنا بغيتكم تهزوني ديوني شي سبيطار لي قادوني وحيدو ليا هادشي وبغيت هاد الدوا وقلت الله يسهل عليكم في هاد النهار شي محسن في سبيل الله بقاش انا يا دابا ما عندي حتى باش كناكل انا شحال من واحد دابا جا عندي بالصحافه وتقريبا عيطوا لي شي ثلاثه الناس صيفطوا لي شي بركه قليله الله يخلف عليهم الله يطول عمرهم بغيت ربي يحن عليهم بغيت ربي يسهل عليهم داك لي صيفطوا ليا اللي بغاو يصيفطوا ليا الله يطول عمرهم في هاد النهار واش غير نداوى انا ما طالب لا ندير لا دار لا شي حاجه با واخا يتيمة وما عنديش في الناس باغي غير نتشافى باغي نوقف على صحيحتي مازال باقي لي المستقبل ديالي مازال باقي لي نخدم انا دابا بغيت غير نتشافى نتحيد من هاد المرض باش ما ندوش لاختي هادي الا بقات لي انا هاد السنسلة غيولي لي الكونسير غيولي لي الدو ديال بطنية من تحت مني انا باغا نعيش ما باغاش نموت باغا نعيش
لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.